هاي أصدقائي، معكم أنخلة. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي تورتية دي أويبو كون أوغاتي كون أنخلة، بمعنى أومليت البيض مع الأفوغادو وبطريقة أنخلة. أحبتي، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، بكل نشاط وحب وحيوية. رجعت لكم هذا الصباح ومع وصفة جديدة تنفع كفطور صباحي، وأيضا بإمكانكم إعدادها فترة المساء كعشاء خفيف. وقبل البدء أحبتي، أحب أن أذكركم بالاشتراك في القناة لمن لم يشترك حتى يومنا هذا، وتفعيل زر الجرس واللايك ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ومعارفكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا. أحبتي، والآن هيا بنا لنرى كيفية إعداد هذا الطبق الصباحي الصحي والمغذي واللذيذ. باموس. أحبتي، والآن إليكم المقادير: 4 زهرات من البروكولي، حبة أفوكادو، نصف ليمونة، حبة طماطم واحدة، 4 بيضات، زبدة حيواني، ملح الهملايا وفلفل أسود. ها هي مقاديرنا أحبتي لهذا اليوم. أحبتي، والآن إليكم طريقة العمل. وضعت قدرا صغيرا على النار، ها هو، وضعته بداخله الماء. بدأ الآن بالغليان. سأضع به حبات البروكولي، ولكن في هذه الأثناء أنا جهزت كاسة فيها ماء بارد، أضعها جانبا الآن. أترك البروكولي في الماء المغلي لمدة 2 دقيقة. هذا عصفوري يغني إنه سعيد.
هكذا يستيقظ ساعات الصباح الأولى. أحبتي، ها هي الدقيقتين انتهت، سأطفئ النار و عند رفعه من النار مباشرة أضعه بماء بارد. ليحافظ على لونه ورونقه. سأتركه الآن. أحبتي الآن سوف أجهز حبة الأفوكادو سأنتزع حبة الأفوكادو من قشرتها هكذا أحبتي، وبنفس الطريقة النصف الثاني بواسطة الملعقة، ها هي. الآن سأعمل على تقطيع حبة الأفوكادو، ها هي. الرأس هذا لا يلزمنا، نقطعها بسمك نصف سنتيمتر تقريبا، ها هي حبة الأفوكادو بعد تقشيرها. الآن سأضع المقلاة على النار أضع فيها الزبدة الحيواني لتكون النار متوسطة، نتركها حتى تذوب. في هذه الأثناء سوف أعمل على خلط البيض. سنخلط البيض هكذا. الآن سأضع عليها ملح الهملايا، رشة ورشة من الفلفل الأسود،
الآن سأعمل على تصفية البروكولي من الماء أحبتي. ها هي الزبدة قد ذابت تماما. سأضع البيض في المقلاة هكذا. الآن سأخذ حبات البروكولي بعد أن نشفتها من الماء. أقطع الجذر فنحن لسنا بحاجة إليه. ونقطعها هكذا. أنصف زهرة. ها هو البروكولي بعد التقطيع، وها هو الأفوكادو. أحبتي في هذه الأثناء سأعمل على تقطيع حبة الليمون هكذا شرائح خفيفة. وأضعها في طبق خاص صغير هكذا. أضعها جانبا هي الأخرى. أحبتي والآن نأخذ حبة الطماطم أضعها في الطبق. الآن أحبتي سأضع حبات الأفوكادو هكذا. ومن الطرف الثاني أضع زهرات البروكولي هكذا. وبعد ذلك أحبتي نرجع الغطاء على المقلاة ولمدة 3 دقائق ليكتمل استوائها، وبعد ذلك نقدمها.
أحبتي، وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم تورتيا دي ويبو كون أواغاتي، قد أصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم، فهي صحية ولذيذة ومغذية، وتنفع كوجبة فطور أو وجبة عشاء خفيفة. وأخيرا أحبتي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة فيديوهاتنا لأحبتكم وأصدقائكم ليصلكم منا كل جديد. ننتظر تعليقاتكم الجميلة كوجوهكم الجميلة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم أنخلة. باي.